أنزل الله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني يحاسبك على المعصية التي تفكر فيها حتى لو أخفيتها في نفسك ولم تعملها. ذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هذا لا نطيقه، إذا حسبنا على ما نفكر به سنهلك. فقال: هل ستقولون كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قالوا: لا، بل سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف الفرج، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لن يحاسب إلا على العمل. فنسخ وأزال الحكم السابق وأثبت حكما جديدا، أنه سيحاسب على ما يعمل الإنسان فقط. فلما التزموا حكم الله وأقروا انصاعوا لحكم الله سبحانه وتعالى، أنزل الفرج على الأمة جمعاء. فنسأل الله الفرج.